يقينا حرب دينية، الهيكل تاريخيا ليس له وجود، ما وصلوش لدليل واحد على ان الهيكل موجود. دولة اليهودية لا تعيش اكثر من 80 سنة. شيخنا انا كده انا هو سؤال بسيط لكن هو متهيألي هو اشمل، هو احنا في صدد حرب صهيونية اسرائيلية ام هي حرب دينية؟ احنا في حرب دينية في الوقت الحالي؟ يقينا حرب دينية، والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال ينبغي أن نتعامل مع الحالة اليهودية الآن في إسرائيل على أنها حرب دينية وليست قومية أو سياسية. ده قال الكلام ده من زمان، وحتى دلوقتي بقينا نشوف تصريحات لبعض الأمريكان عن قيام دولة إسرائيل، وإن هم بيدعموا فكرة وجود إسرائيل حتى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، فهي حرب قائمة على أساس ديني عقائدي لا شك في ذلك. حرب عالمية دينية. ده أكيد، ده أكيد. الهيكل تحت المسجد الأقصى، هيكل سيدنا سليمان، البحث عنه من سنين، من وقت حرب 67. إيه قصة الهيكل؟ ولماذا هو العنصر الأساسي للعدو الصهيوني إن هو ده التارجت اللي هو بيدور عليه؟ طبعا احنا عندنا الهيكل تاريخيا ليس له وجود، يعني تاريخيا ودينيا ليس له وجود إلا في كتب اليهود، وفي مغالطات كتير يعني فندها بعض علماء الإسلام عن فكرة الهيكل وأنه خرافة وغير موجود. والدليل اللي حضرتك ذكرته، ما بيمتلكوا أعلى معدات حفر في العالم تكنولوجيا وميكانيكيا إلى الآن، وهم عارفين إن هو في المكان المحدد ده، ما وصلوش لدليل واحد على إن الهيكل موجود، وهم بيروجوا للعالم كله إن المسجد الأقصى بني فوق الهيكل. المسجد الأقصى موجود قبل وجود سيدنا سليمان أصلا، تاريخيا المسجد الأقصى موجود قبل الوقت ده، وموجود في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذهب إلى بيت المقدس، وسيدنا إبراهيم هو أبو سيدنا إسحاق، أبو سيدنا إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب اللي جاء من بعد كده نسله، وهم بني إسرائيل كلهم. ففكرة الهيكل هي فكرة خرافية غير حقيقية ليس لها وجود، ولكن في العقيدة اليهودية ركن أساسي من أركان قيام الدولة، وأنه هيكون في عرش الملك اللي بوجوده هيحفظ لليهود دولتهم، ولذلك يعني إن شاء الله هم إلى زوال. إيه قصة الهيكل؟ هيكل سيدنا سليمان، إيه هو الهيكل؟ الهيكل ده يعني في بعض الناس بيعتقدوا أنه هيكل جسم الإنسان، لا ده مش صحيح. الهيكل ده عبارة عن معبد، لذلك هم عاملين له تصميم، والتصميم ده يعني منشور على وسائل التواصل، الناس تقدر تشوف يعني شكل الهيكل والمبنى بتاعه عامل إزاي. فهو معبد يهودي، ده هيكون رمز لقيام الدولة وعدم فنائها مرة تانية، لأنهم عندهم عقيدة إن الدولة اليهودية لا تعيش أكثر من 80 سنة. وذلك نتنياهو لما طلع وقال تاني دولة اليهودية ما تعيش أكثر من 80 سنة؟ من أكثر من 80 سنة. نتنياهو قال إيه بقى تصريح آخر الفترة الأخيرة؟ قال أنا بأجاهد من أجل عيد ميلاد 100 للدولة اليهودية، لأول مرة في التاريخ البشري تعيش 100 سنة. فهم عندهم يقين إن هم اقتربوا من النهاية يعني. عشان كده هم بيدوروا على الهيكل، علشان كده هم بيدوروا على الهيكل يكون رمز لبقاء الدولة، ولكن مفيش هيكل. أنا أول مرة في المعلومة. أنا ما أعرفش المعلومة إن دولة إسرائيل عمرها 80 سنة. مفيش دولة لليهود. مش إسرائيل، لأن كانت يقال إن كانت في دولة اسمها إسرائيل بعد سيدنا سليمان انقسم أولاده لقسمين، فدولة كانت اسمها إسرائيل في تقريبا في جنين أو في مكان في بيت المقدس، والدولة الثانية كان عاصمتها القدس، ولكن ما فيش دولة بتعيش لهم أكتر من 80 سنة.